شارك محافظ صلاح الدين مع مؤسسة الخنساء للتنمية المستدامة حملة لغرس 5000 شجيرة في قضاء العلم، حيث غرس الشجيرات الأولى إذانا ببدء الحملة بحضور المعاون الأمني وقائم مقام القضاء ومديري الدوائر الأمنية وحشد من الناشطين. وأكد المحافظ في كلمة له بالمناسبة أنه أطلق قبل أيام حملة لزراعة 1,000,000 شجرة في عموم المحافظة تنفذها الفرق التطوعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية ضمن جدول زمني في الأماكن الحيوية داخل مراكز المدن ومداخلها، موجها الشكر للقائمين على المبادرة لدعمهم محافظتهم في كل المجالات والتي تستحق المزيد، مشددا على ضرورة تعاون الدوائر المعنية مع الفرق المشاركة من أجل تهيئة السبل التي تساعد على نمو الشجيرات ومقاومتها وابتكار أساليب ميسرة لسقيها ورعايتها. اليوم نحن فرحين ومحتفلين بقدوم السيد المحافظ الشيخ اسماعيل هلوب إلى قضاء العلم، وخصوصا خاصة الزيارة إلى مؤسسة الخنساء. هي انطلاقة خير من زراعة 5,000 شجرة ابتدأها الشيخ، وإن شاء الله تلك بذرة خير إلى الدورات التي تكون سبب عيش لتلك المرأة، بما فيها الخياطة والتطريز وحفظ القرآن وعمل المعجنات التي ستكون سبب بمعيشة تلك المرأة. وفقنا الله جميعا في خدمة المرأة وإلى مزيد من الإنجازات إن شاء الله. أطلقت مؤسسة الخنساء للتنمية المستدامة حملة زرعة 5,000 شجرة بقضاء العلم، وكما نحتاج الرجال دائما بالمعارك والدفاع عن الأوطان، نحتاج النساء دائما عند المحن التي تمر بها المجتمعات. فنحن كنساء أطلقنا الحملة بإذن الله وستنجح وستكون حملة سنوية إن شاء الله، الحملة الزراعية. حضرنا اليوم مبادرة مؤسسة الخنساء للتنمية المستدامة في قضاء العلم بزراعة 5,000 شتلة في قضاء العلم بالتزامن مع المبادرة أطلقها السيد المحافظ. حقيقة كان الحضور متميز، المبادرة متميزة. نحن كحكومة محلية ندعم المبادرات التي من شأنها دعم البيئة وصلاح الدين خضراء. حقيقة المبادرة محترمة وجيدة من كافة الجهات. نعلن دعمنا الكامل للمؤسسة بهذا المشروع، ورحبنا بالسيد المحافظ في ربوع قضاء العلم. تحدثنا مع المشاريع الخدمية، دعم البلدية، دعم القرى النائية بالمشاريع. أوعد خيرا واشكر جزيلا.